السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، نرحب بكم إلى حلقة هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الإيمان والصحة والرزق وفي الأهل والأولاد والأحباب والبلاد والعباد. حديثنا اليوم عن التسمية في الإسلام، كيف نسمي أبناءنا وبناتنا. وكنا في حلقات ماضية تحدثنا عن حقوق الأطفال. حقوق الإنسان هي ليس لما يكبر ويصير ناضج عقليا وكامل نفسيا، وإنما حقوق هذا الإنسان في الإسلام تمتد منذ أن يكون جنينا في بطن أمه، إلى أن يستهل بالصراخ ويولد، إلى أن يمر بمراحله العمرية المختلفة، إلى أن يلتحق بالرفيق الأعلى ويسكن في مدينة الأموات، عنده حقوق أيضا وهو ميت، إلى أن يسير إلى الرحمن في جنات الخلد. فالحقوق في المنظور الإسلامي هي متواصلة لدى هذا الإنسان. اليوم نتحدث عن حق التسمية، فقد عني الإسلام بالمولود منذ بداية نشأته، وأعطى له من الحقوق الكثيرة التي تكفل له الحياة الرغيدة. من ذلك لما يولد حقه في أن نختار له أحسن الأسماء عند الولادة، وربنا عز وجل ألزم الوالدين وألزم العائلة والأسرة أن يجتهد في اختيار اسم له دلالة وله معنى جميلة، لأن هذا الاسم يبقى مع الإنسان طول حياته، بل ويذكر به حتى بعد مماته. فقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. يوم القيامة في البعث والنشور، لما يأذن الله تعالى وينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون، المؤمنون يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. والمشركون والملاحدة يقولون: يا ويلتنا، من أيقظنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم يبدأ المنادي ينادي، كل واحد ينادى باسمه واسم آبائه: فلان ابن فلان، هلم للحساب، فلانة بنت فلانة، هلم للوقوف بين يدي الملك الديان. هذا الاسم يبقى معنا في الدنيا ونحن أطفال صغار، نحتاجه أيام التمدرس، ونحتاجه أيام البحث عن وظيفة، ونحتاجه عند الزواج وتكوين الأسرة، ويبقى معك طول عمرك حتى يوم القيامة. لهذا ربنا عز وجل ندب أن نختار أجمل الأسماء وأطيب الأسماء. الاسم يبدأ اختياره في اليوم السابع من الولادة، فعند اليوم السابع يعق عن المولود ويسمى. والواجب على الوالدين أنهما يختار اسما يبعث على الراحة في النفس والطمأنينة في القلب. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أسوة، فلما كلفه الله تعالى بتبليغ الدعوة وأنزل عليه الشريعة قام بإصلاحات عظيمة، إصلاحات النبي صلى الله عليه وسلم كانت على المستوى الديني والدنيوي، فقد كان نبيا وكان رسولا وكان إماما وكان قاضيا وكان قائدا للجند وكان أبا رحيما وكان وليا أمينا للجميع.
ومن الأمور التي كان يهتم بها أنه نظر في أسماء الناس وأسماء الأماكن، حتى الأماكن نظر إليها، فلم يقتصر اهتمامه على الأسماء بالأولاد الصغار، بل تدخل حتى في أسماء الأشخاص الكبار، بل وغير أسماء بعض الأماكن والبلدان. لماذا؟ لأن للإسم له ارتباط وثيق بالمعنى، وله ارتباط وثيق بصاحبه. فمثلا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وكان اسمها يثرب، وهذا الاسم فيه معنى سلبي. ما معنى يثرب؟ أنه من التتريب، فلم يعجب هذا الاسم وغيره إلى اسم طيبة وقال طابت هذه المدينة. ثم إن النبي الكريم رأى أعداد كبيرة من الرجال والنساء جاءوا يبايعونه ويسألهم ما اسمكم، كل من أعطاه اسم جميل إلا وكان صلى الله عليه وسلم يثبته على ذلك ويوافقه، وإذا أعطي له اسم غير سليم كان يعمل على تغييره. مثلا جاءه رجل قال ما اسمك؟ قال أنا اسمي عبد الحجر. قال لا، هذا اسم لا يليق، أنت من اليوم اسمك عبد الله، اسمك عبد الله. جاءته امرأة قال ما اسمك يا امرأة؟ قالت أنا اسمي عاصية، عاصي أو عاصية. فقال لا، هذا اسم لا يليق، عاصي أو عاصية، أنت جميلة، وسماها جميلة وشقيقها سماه جميل. جاء آخر وقال ما اسمك؟ قال أنا اسمي شهاب. قال هذا الاسم لا يليق، سأسميك اسما آخر، وغيره إلى هشام عوض شهاب، قال هشام، لأن شهاب هو الشعلة من النار، وكان المجوس يعبدون النار ويقدسونها. وهكذا غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة لصحابته المكرمين، وسن لنا قواعد لنظام التسمية. فمن الأسماء التي فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيرها من الأسماء، طلب منا أن نسمي مثلا التسمي بعبد الله، عبد الله اسم عظيم، عبد الرحمن اسم كريم، هما من أفضل الأسامي. وقد قال صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يندب إلى اختيار الأسماء التي فيها معنى العبودية لله تعالى، كعبد العزيز وعبد الرحيم وعبد الإله وعبد الملك وعبد الوهاب وعبد السلام، وإلى غير من الأسماء التي هي مضافة إلى الله عز وجل، لأن صاحبها يبقى دائما يتذكر بأنه عبد لله. ولعل الاسم من أسماء الله الحسنى له تأثير على قلب صاحبه. من اسمه عبد السلام، الغالب أنه يشعر بالسلم والسلام في قلبه. من كان اسمه عبد الوهاب يشعر بأن الله تعالى يهبه من النعم الكثيرة. من كان اسمه عبد العزيز يشعر في قلبه بالعزة. من كان اسمه عبد الرحيم يشعر في قلبه بالرحمة، وهكذا دواليك. وفي المرتبة الثانية ندب النبي صلى الله عليه وسلم أن نختار أسماء الأنبياء وأسماء المرسلين، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سماهم. الأنبياء والمرسلين هم خير خلق الله، وجميل أن نتسمى بأسمائهم. ولعل أفضل أسماء الأنبياء والرسل على الإطلاق هو اسم محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي من سماه محمدا؟ سماه الله تعالى لما كانت أمه حابلة به، وكانت العائلة تريد أن إن ازداد عندهم مولود ذكر سيسمونه قتم. قتم لأن عبد المطلب كان عنده ابن يافع في الرابع عشر من عمره وتوفي له، وحزن عليه حزنا شديدا، وكان اسمه قتم، وقال أول مولود يولد لي في أولادي أو أحفادي
سأسميه قتم. فكان أول مولود هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عازما أن يسميه قتم، لكن أمه رضي الله عنها قالت: لقد جاءني هاتف من السماء يقول لي سميه محمدا، سميه محمدا، سميه محمدا. فقلت: ما محمد؟ قال: كي يكون محمودا في السماء والأرض. وأيضا اسم أحمد، أحمد بشر به نبي الله عيسى بن مريم، ذكره للحواريين قال: وأبشركم برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فقالوا بأن سيدنا النبي في الأرض اسمه محمد وفي السماء أحمد، وأحمد صيغة مبالغة، المحمد يعني محمود الذكر، وأحمد هو صيغة مبالغة أفعل. كذلك من الأسماء الطيبة المباركة من أسماء الأنبياء والمرسلين أسماء أولي العزم منهم، وهم سيدنا موسى الذي بعثه الله تعالى لبني إسرائيل، نبي الله موسى اسم عظيم واسم مبارك، وكذلك اسم عيسى اسم مبارك، واسم نوح اسم معظم، ولعل من أعظم الأسماء اسم أبي الأنبياء وهو اسم إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء اسم كريم. وكذلك باقي أسماء الأنبياء مثل يحيى ويعقوب ويوسف ويونس وصالح وهود وغيرهم، هذه كل أسماء الأنبياء والمرسلين أسماء مباركة لم يسموا أنفسهم بها، وإنما سماهم الله تعالى من فوق سبع سماوات، كل نبي سماه الله تعالى. مثلا يحيى قال لزكريا بمولود لم نجعل له من قبل سميا، فكان ربنا هو الذي سماه يحيى. كذلك بعد أسماء الله الحسنى وأسماء الأنبياء، جميل أن نتسمى بأسماء الصالحين من عباد الله المتقين، وأفضل الصالحين بعد الأنبياء والمرسلين هم الصحابة الكرام، جميل أن نتسمى بأسمائهم كاسم أبي بكر واسم عمر واسم عثمان واسم علي وحمزة وزيد وعمار، كلها أسماء جميلة ومباركة. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقول: تسموا بأسماء الأنبياء، وحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وبالمقابل النبي الكريم كره أن نسمي بالأسماء التي فيها القسوة أو الغلظة أو الألفاظ الخبيثة أو الأسماء التي فيها المعاني السيئة أو الأسماء التي فيها السخرية وفيها الإحراج، فهذا كله لا يليق. ياما كنا صغار في المدرسة وكان الأستاذ أو المعلمة ينادي بأسماء التلاميذ كل صباح، فمن عندهم أسماء جميلة كانوا يستبشرون ويفرحون وينطق اسمه وهو سعيد بكل فخر واعتزاز. وأذكر كان معنا أطفال صغار عندهم أسماء غريبة، فكلما جاء دوره ليذكر اسمه في المنادات كان يشعر بالحرج ويلعن ربما الحظ أنه أو والديه أو لماذا سموه هذه الأسماء. كما عني النبي الكريم أيضا بأسماء النساء ليس الرجال فقط، فمن الأسماء الطيبة المباركة أسماء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، هي من أطيب الأسماء لأن ربنا عز وجل هو الذي اختار زوجات النبي الكريم لرسوله وخاتم أنبيائه. وأعظم الأسماء اسم خديجة، خديجة هي المولودة التي تم ولادتها مبكرا عن مولد الولادة المحدد، الخداج هو المولود مبكر فسميت خديجة. وطبعا كل من اسمها خديجة تكون دائما في قلوب الدارجة حادقة، حتى قالوا: من لم يكن عنده في البيت اسم خديجة فليكتب على الحائط. كذلك اسم عائشة اسم جميل، وهي الشخصية العائشة أو الحية
التي تعيش طويلا، والمرأة تكون عيشتها مريحة، عائشة. كذلك من الأسماء التي مطلوبة جدا هو اسم صفية، وهي الخالية من العيوب ومن الأخطاء والشوائب، صافية، صفية. وكذلك اسم حبيبة، وهي الفتاة المحبوبة الودودة العاشقة، فيها المحبة والمودة، لا تعرف للكره سبيلا. وكذلك اسم زينب، ومعناه الشجر الطيب الذي فيه ريحة طيبة وجميل المظهر، هو نوع من الشجر يسمى زينب. بالإضافة إلى بنات النبي الكريم أيضا، ربنا هو الذي سماهم. فمن بنات النبي الكريم هناك زينب وهناك رقية. رقية يعني من الرقة والارتقاء والصعود. ومن أسماء بنات النبي الكريم أم كلثوم، ومعناها صاحبة الوجه والخدين الممتلئتين. أم كلثوم وجهها ممتلئ وخدها جميل. وقيل أم كلثوم معناها المرأة التي رأسها مليء بالعلم وبالمعرفة، ويكون عندها القبول والشخصية الحاضرة القوية. كذلك من بنات النبي الكريم فاطمة، يعني معناها التي تفطم والدها أو تفطم نفسها عن المعاصي والذنوب. ففاطمة من عادتها أن تكون بعيدة عن الشبه وبعيدة عن المعاصي. وغيرها من الأسماء، أسماء زوجة النبي وأسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هناك أسماء لبنات لصحابيات وتابعيات مباركات معروفات. من بين الأسماء الجميلة اسم أسماء. أسماء هذا اسم مشتق من الوسامة، يعني السمو والعلو والارتفاع. واسم رفيدة معناها التي فيها المعونة والتي فيها العطية. وكذلك اسم حليمة معناها المرأة العاقلة الصابرة المتحملة. ولعل حليمة هي مرضعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. واسم سكينة، وهي خفيفة الروح التي فيها لين وفيها مودة. وكذلك اسم مارية، هي الرقيقة الناعمة المشاعر، مارية ذات البشرة البيضاء. وهاجر التي تحسن صنع الأشياء وتهاجر المعاصي. وأميمة هي تصغير لاسم الأم، وكأنها إنسانة فيها روح الأمومة. وغيرها من الأسماء كثيرة وكثيرة جدا. لكن يبقى أعظم اسم هو أسماء الأنبياء والمرسلين، هو اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نشير أن بعض الناس في وقتنا المعاصر ربما يرفضون هذه الأسماء، ويقولون بأن هذه الأسماء هي قديمة ولم تعد مستحسنة في عصرنا هذا وفي زماننا هذا. ومنهم من يقول بأن هذه الأسماء صارت ثقيلة على اللسان وعلى النفس. فنجد بعض الأسر يتسابقون لوضع أسماء جديدة، ربما اقتنوها من مسلسلات ومن أفلام رومانسية وأفلام تراجيدية تعرض على الشاشات، ويرون البطلة أو البطل يختارون هذه الأسماء. فبعض الناس يحبون أن يختاروا أسماء تتناسب مع زمنهم، لأنهم أبناء العصر ولكل عصر متطلباته. ومنهم من يقول لا ينبغي أن نتمسك بأسماء الآباء والأجداد. الغريب في الأمر أن الأسماء التي ذكرناها، ما عبد وما حمد وأسماء الأنبياء وأسماء الصلحاء، هذه أسماء خالدة، أسماء خالدة وتحمل معها معاني عظيمة. لأن الاسم له تأثير على صاحبه من حيث السلوك ومن حيث التصرفات. فقل لي ماذا اسمك أقول لك من أنت. أما بعض الأسماء التي قد يتسابق إليها بعض الناس في وقتنا المعاصر، والتي استنبطوها وأخذوها من بعض المسلسلات المصرية أو التركية أو اللبنانية لأبطال معينين، فربما قد يكون الاسم نعم فيه واحد الرونق على مستوى السماع والإيقاع في الأذن، ولكن قد يكون خال من المعنى.
وقد لا يؤثر في صاحبه إيجابا بل قد يؤثر سلبا. والإنسان هو حر يختار ما يشاء، ولكن من اختار الأسماء ذات المعاني النورانية الإيمانية فإنه يحصد الكثير من الخيرات ويحصد الكثير من البركات. نحن المغاربة اعتدنا أنه إذا ولدت بنت نسميها أول ما نسميها فاطمة، تيمنا بفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نسميها خديجة تيمنا بزوجة النبي الكريم محمد بن عبد الله. لكن إذا كان المولود ذكر، المولود الذكر الأول في كل الأسر المغربية اعتادوا عليها منذ الزمن عبر التاريخ إلا ما نظر، وهي أن أول اسم يسمى محمد، إلا إذا كان أبوه اسم محمد نسميه. ففي الغالب المولود الأول في الأسرة يسمى محمد، لأن هذا الاسم لابد أن يكون داخل الأسرة، فيه رحمة وفيه نور وفيه بركة. وقد ورد في الحديث أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولدتم مولود وسميتموه محمدا فأكرموه وأوسعوا له في المجلس ولا تقبحوا له وجها. إذا كان عندك مولود في الدار وليد سميته محمد، عليك أن تكرمه وأن توسع له في المجلس، وإذا قام ببعض الأخطاء أو ببعض العبث يعني استحي منه، لا تقبح وجهه إذا أردت أن تنبهه بلطف، لأن هذا الولد يحمل اسم أعظم مخلوق على وجه الأرض، وهو مخلوق حبيب الرحمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد روي في الحديث أنكم إذا سميتم محمدا فلا تقبحوه ولا تضربوه، وبورك بيت فيه محمد، وبورك مجلس فيه محمد، وبوركت رفقة فيها محمد. فالاسم محمد نحاول ما أمكن نعظم قدره، لأنه يحمل اسم خير خلق الله الذي أمر الله تعالى بالصلاة والسلام عليه. لهذا كان الإمام مالك رضي الله عنه يقول: سمعت أهل المدينة يقولون ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا رزق خير. الله تعالى يرزق البيت الذي فيه اسم محمد، رزق يأتيهم بلا تعب ولا مشقة، وإنما هبة من الرحمن. فاللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي، اللهم يا ربي ارزقنا شفاعته يوم الدين، اللهم واجعلنا جيرانه في جنات الخلد بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.